ongoing thing. يو السلام عليكم قناة ميدوكس ويمس كترجع لكم في مقطع جديد. المهم اخوتي في الفيديو هذا باينة نفس البلاصة ديال البلوك الفايت. اليوم غادي نديرو فلوق في شاطئ ايمن تروكا. المهم اخوتي غادي نديرو فلوق في شاطئ ايمن تروكا ومعايا هاد الضغط هذا ديال الخوادري. المهم ما تنساوش تضغطوا لايك وكنشكركم بزاف على الدعم اللي درتو في الفلوق الفايت. كنشكركم بزاف على لايك اللي كديرو والدعم ديالكم وكل شيء. المهم في الفلوق هذا غادي يكون هربان، غادي نمشيو لميرلس غادي نديرو فيه فلوق في شاطئ ايمن تروكا. المهم قبل ما نبداو في الفيديو هذا ما تنساوش تضغطوا زر لايك وفرقوا على المقطع بلاي لايك باش ندير لكم الفلوق من هنا لقدام. واللي مازال ما اشترك عندي في القناه يشترك عندي في القناه ويفعل الجرس باش توصلوا اي حاجه جديده. وبغينا مورا الفيديو هذا نوصلوا ل 200 ابوني. بارطاجيو الفيديو في اي بلاصه بارطاجيو وباش نوصلوا ل 200 ابوني. انا كنتسنى دابا في الطوبيس باش الجيم اللي جيت تدينا ليه راه الخوادري كيتسنى. المهم دابا حنا نتسنى في الطوبيس من مورا الطوبيس. المهم تلاقاو من مورا الطوبيس. اخوتي هذا هو الحي ديال ايمن تروكا. نوي يلا دابا نمشيو نطاعتي في المود ديال الرجاع. غادي نتغدا غادي نمشيو ان شاء الله البحر باش نعوم. ولا نعوم عاد باش نمشيو نعوم وقعد اوكي نعوم عاد باش نتغدا. القدر هو اللي كياخذ القرار. عرفت اخوتي كاين شي حراره عرفتي سخون عرفتي كلشي عند الله كيف حال لا لا عند الله ديال المعرض ديال
اخوتي دابا حنا يلاه خرجنا من الماء، يلاه خرجنا من الماء. عاد اخوتي البحر هربان اخوتي، عاد كاينين فيه شي مواج وقاصحين بزاف، خايبين بزاف. دابا تلاقينا اليوم مع البحر خايب، ولكن الناس كاين الناس كيعوموا وداك الشيء. ودابا حنا غادي نجي نتغداو وداك اور مشغوطه تاع صر الاخر حشمان حشمان. المهم اخوتي غادي نتغداو، تلاقاو مره غدا وبيس. وي سير سير، اجي هنا اجي هنا اجي هنا اجي هنا اجي هنا اجي هنا خاوي خاوي هنا خاوي هنا سير. عطي خاف على التليفون اللي طاح في الماء. تسمع تسمع لايكات، ديروا اللي مازال ما شافتوش اشتركوا في القناه باش يوصل مثل ابو هذا ديال اللي مسحبوا وصافي. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وواحد الانستغرام حتى هو شحال هذا مزيان لكم ديت لكم الفيديو الاول. دابا تدخلوا على الانستغرام، ها هو راه غادي نحطوه في الشاشه ولا غادي نحطوه في ديسكريبسيون. دخلوا ليه وديروا فولو، راه غادي نلوح بوستات هنا في البحر. ضربت شي تصاور في البحر، غادي نلوح تما بوست. دخلوا تفولوا عندو، راه كنكون نشيط بزاف تما في الانستغرام كثر من اليوتيوب. المهم ما تنساوش لايك وسبسكرايب و ندير لكم تهلاو في هذا اللي درك هز فيها فراسول و تهلاو.